الشكر. هل شكرت ربك اليوم؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. العالم بيحتفل بعيد الشكر في أكتوبر في كندا، في نوفمبر في الولايات المتحدة، وحسب الدول يعني بحسب التقويم بتاعها بيحتفلوا مرة في السنة حتى يقدموا شكر لله. طبعا بالنسبة لشمال أمريكا على المحصول وعلى الغلات، ولا سيما عندما جاءوا إلى أرض جديدة، الله حافظ عليهم، حماهم، حرسهم، وابتدأوا يقدموا من هذه المحاصيل، عشور هذه المحاصيل، بركة للرب وللعطاء. لكن الكتاب المقدس يعلمنا عن حياة الشكر. الشكر أحبائي هو أكثر من شيء أنك تقول شكرا لشخص، مع أنه هذا الشيء جميل، لكن الشكر بحسب الكتاب المقدس هو التمجيد، التعظيم، التسبيح، التفخيم، بتعبر عن الاحترام والوقار، بتعبر عن الإعراب عن الموافقة والرضا عن أي شيء. الكتاب المقدس بعلمنا أشكره في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. فإحنا بنشكر الله على كل شيء، نشكر الله على محبته، نشكر الله على نعمته اللي ما بنستحقها، نشكر الله على عطيته التي لا يعبر عنها شخص يسوع المسيح. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة. وحياة الشكر أحبائي، يسوع هو مثالنا. لما كان بيقدم الطعام للآخرين كان بيشكر وكان ببارك، وعندما أقام لعازر شكر الله لأنه يسمع في كل حين. فالشكر أحبائي يغير الظروف والأحوال. الشكر بزيدنا قوة، الشكر بزيد من حضور الله في حياتنا، الشكر بخلينا نتحول من النظر إلى ظروفنا إلى ظروف إلهية سماوية. الشكر بيطلق قوة جبارة هائلة في حياتنا. الشكر هو العلاج ضد التذمر، الشكر هو العلاج ضد الشكوى وكل خطايا اللسان، وهو علاج لليأس، يحلق فينا في السماويات. الشكر هو علاج وشفاء للأمراض الجسدية والنفسية والروحية أيضا، علاج لليأس. نحن نشكر الله بلا انقطاع، نشكر الله في كل حين على كل شيء. والشكر هي ذبيحة أحبائي، ذبيحة التسبيح، ذبيحة الشكر، هي معترفة، شفاه معترفة باسمه، باسم يسوع المسيح. الشكر بيطلق البركة في حياتنا، بخلينا نعيش حياة العرفان والجميل. الشكر دائما بخلينا إنه نثق ونعتمد على الإله، بيعتني فينا وبيهتم فينا وبيهتم في أحوالنا. واليوم أنا عاوز أشكر الرب من أجلك، وأريد أن أشكر الله من أجل كل مشاهد. بتعرف كمان بحب أشكر الله على كل اللي بيعارضونا وكل اللي بيهاجمونا. أنا بشكر الرب من أجلك ومن أجلك، وعاوز أقول إنه من خلال حياة الشكر أنا بحب أعبر عن المحبة والنعمة من خلال العرفان والشكر. إحنا بنشكر الله لأنه غير حياتنا، غير أسلوبنا، غير طريقتنا. منبارك ومنحب ومنسامح ومنغفر وبنطلق البركة للآخرين. فالشكر هي قوة حضور الله في حياتنا، والشكر أحبائنا بقودنا إلى آفاق كثيرة وبعد روحي جديد. اليوم أنا بشكر الرب على الصحة، وبشكر الرب على بركاته وعلى إحساناته، وبشكر الرب على كل الظروف الحلوة والمرة كمان، وبشكر الرب على كل شيء، على الخير والشر. بشكر الرب على المرض، يمكن هذه فكرة غريبة، بشكر الرب على التجارب، بشكر الرب من أجل كل يوم صباح جديد، نفس جديد، فرصة جديدة أعطانا إياها اليوم حتى نسبح ونشكر الله. احمدوا الرب لأنه صالح، يعني اشكروه لأنه صالح، إلى الأبد رحمته. نحمده نشكره لأن إلهنا عظيم.
نشكر الرب على كل الأمور في حياتنا. وأنا عارف في هاي اللحظات في بعض الناس عم بيستصعبوا أنه يشكروا الله، ولا سيما بتمر في حالة تساؤل، يمكن مرض معين، يمكن شخص عزيز فقدته، يمكن مأساة في البيت، يمكن أسرة اتهدمت ومش عم تقدر تشكر الله. العلاج، جرب أنك تشكر رب، قل له يا رب أنا بشكرك. جرب تطلق هذه البركة في حياتنا، أشكر الرب على كل شيء. وعندما تشكر الله تتغير حياتك من السلبية إلى الإيجابية، تتغير حياتك من الضعف إلى القوة، من حياة الفشل والهزيمة والعار إلى حياة نصرة واعتبار. أنا بشكر الرب لأنه حي موجود وأنه الكلمة الأخيرة لإله. أنا بشكر الرب من أجلك. شو رأيك نعمل هذا التمرين؟ كل اللي بيشاهدونا في صفحة الفيسبوك، إذا ممكن تكتب وتشكر الرب على ثلاث أشياء، على الأقل شيء واحد، تشكر الله على شيء واحد، والمكسيموم تشكر الرب على ثلاث أشياء. وخلينا نشوف الصفحة شو الناس بتشكر الله على إيش. فأنا بحب أسمع منكم. الرب يباركك، وكل عام وإنتوا بخير، وبشكر الرب من أجلك ومن أجل حياتك، وبصلي إنه يباركك ويطلق قوة الشكر في حياتك اليوم.